تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان، محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري. وكان في استقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد بال مايدينغ وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان والسفير المصري وملحق الدفاع المصري بجمهورية جنوب السودان. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن هذه الجهود تأتي في ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين. طبعا احنا سعداء جدا النهاردة في وجودنا عند إخواتنا في جنوب السودان، بنحمل رسالة كهدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس سلفا كير، معونة للشعب الجنوب السوداني في إخواتنا وأخواتنا هنا اللي تضرروا من الفيضانات. وخلال الزيارة إن شاء الله هنشتغل على بعض المشروعات كأبار مياه جوفية لإخواننا في جنوب السودان، مشروعات حصاد للمياه الأمطار، مشروعات للتنبؤ بالفيضانات لحماية أهالي المناطق اللي بتتعرض للفيضان، والعديد من المشروعات الأخرى اللي إن شاء الله تكون خير على إخواننا وأهالينا في جنوب السودان. من جانبهم أعرب مسؤول جمهورية جنوب السودان عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا. We are happy today and delighted to receive from the sister republic of Egypt a donation directly from His Excellency President Sisi to his brother Salva Kiir Mayardit, and this donation consists of humanitarian relief assistance comprising of food items, medicines and tents. South Sudan has been in a situation of continuous drought and flood recently. Our sisters, our country and Egypt has always been in continuous cooperation, and Egypt has stood very much always with the people of the Republic of South Sudan. We are very much thankful and grateful to our friends in Egypt. This is not the first time I've stated before that we have been always standing supporting the Republic of South Sudan. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية.